قال عز وجل فإن تولوا فقل. يقول بعض المفسرين فائدة، يقول إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قيل له قل، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. بينما في سورة طه يقولون لم يحصل سؤال، ولذا جاء ذكر الفاء، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا،